نكمل حديثنا عن معجزات المسيح. بتشوفوا اليوم السياح من كل العالم تيجي بتزور كفر نحوم وأماكن عديدة. بالحقيقة إنه اليوم في كتير يعني حجارة، ما نسميها الحجارة تتكلم أو الحجارة تشهد، وكل هاي الاكتشافات هي بتأكد صحة الكتاب ومصداقية دعوة يسوع المسيح. وين ما بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف في شيء اتعمل، تعليم، معجزة، بركة، حدثة في كل الأماكن. طبعا الحصة الأكبر كفر نحوم والمدن المحيطة وحول بحيرة طبرية صنع معجزات كثيرة. في كتير ناس أساءت فهم المعجزات. احنا قلنا الغرض من المعجزة الرحمة والمحبة والنعمة والحنان، لكن للأسف مثلا هيرودس بمحاكمة المسيح كان بيرجو إنه المسيح يصنع معجزة أمامه، لكن المسيح كان صامت أمامه ما صنعش معجزة. لما تجرب المسيح من الشيطان في البرية قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. طبعا أجاب المسيح وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعندما جاءوا اليهود في هذا المكان طلبوا آية، قال جيل فاسق وشرير لا تعطم له آية إلا آية يونان، بيتكلم عن علامة مهمة جدا اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فالغرض من معجزات المسيح ما هياش إظهار أو ألعاب أو قوة لإبهار الناس، دايما إلها هدف عميق روحي جدا. فإذا هدف المعجزات أول شيء إنه المعجزة لازم تقابل احتياج إنساني، وإنه هذا الاحتياج لا يمكن أن يتم بطريقة أخرى أو بالأحرى استحالة. فالمعجزة هي قانون خارق اللي بتكون لخير الإنسان ومنفعة الإنسان وبتقابل احتياج إنسان. مثلا ابن الأرملة، أرملة نائين، الرب يسوع أقام الابن لأنه أمه أرملة ما عندهاش أي شخص يعتني أو يهتم باحتياجاتها. لما أشبع الآلاف بقرب هذا المكان الناس كانت بدها تخور في الطريق وحتى وين يروحوا يبتاعوا ويشتروا أكل وخبز، فقال يسوع أعطوهم ليأكلوا، طلع إنه صعب. فالمسيح صنع المعجزة، معجزة خير بتقابل احتياج الناس اللي مش ممكن تتم بطريقة أخرى. شيء آخر، هذه المعجزات أكدت تصريحات وإدعاءات يسوع المسيح. الشيء اللي بيميز يسوع إنه مش بيتكلم أقوال لكنه يفعل أفعال. أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. فإذا مش مجرد كلام أو تصريحات، لكن هذه التصريحات تمت بتدقيق بتفصيل مهم جدا. فإذا هذا السلطان الإلهي أيضا ممزوج بالمحبة الإلهية، فكان المسيح بيتحرك بالمشيئة الإلهية، عنده السلطان لكن مليان محبة لاحتياجات الناس حتى يهتم فيهم وفي احتياجاتهم أيضا.